مشاهدي شوف تي في في البث المباشر مباشرة من بلدية بركان، مدينة بركان، المدينة اللي كانت معروف بني درار. اعتذر، كنت واجدو في بني درار. هذه المدينة الصغيرة اللي كانت تبعد على وجدة ب 20 كيلومتر، واللي كانت معروفة واحد وقتها بالسلع المهربة، يعني كما نقولوا حنايا نظرا كان معروفة بليسونس، مجموعة ديال المواد الغذائية، يعني اللي كما نقولوا حنايا اللي حب الخطر تلقاوه هنا. ولكن بعد غلق الحدود، يعني واحد الأزمة خانقة من واحد الدرجة كبيرة، يعني بعد ما كانوا كاع الناس في المغرب كيجيو هنا يتقضاو ويديو الحوايج، كانوا الكويش، الكاشات، الماتيريال، المواد الغذائيه، ملابس، كل شيء هنايا غير تاع الجزائر. ليسونس يعني كانت معروفه هنا، مازوت. ولكن مؤخرا لاحظنا، غادي تلاحظوا معنا هنايا، انه السوق شبه فارغ، يعني كان واحد الكاسات تجاري يعني غريب جدا، خصوصا يعني في الجائحه ديال كورونا، حيت ما بقاوش هذوك السلع، والناس اللي كانت تجي تقدم من هنايا ما كاينين. شو هادي يعني كما نقولوا حنايا، الناس هنايا كتعاني، يعني كانت دخلنا دابا السوق شوفوا، كانت تسالوا هنايا في محلات وفي وسط المدينه، يعني شبه فارغه، يعني مقل انها جايه هي في يعني على الطريق الرئيسيه، يعني من هنايا المعبر ديال مجموعه ديال الناس اللي مسافرين، اللي كيجيو من ليليا، يجيو من الناظور، يجيو من الحسيمه، يجيو كيدوزوا على هذه المدينه. اللي غادي نلاحظوه هنايا، محرك هنايا في بني دار، هو الاكل. ان هي بني دار معروفه بالشواء واللحم وداك الشيء، هو اللي باقي محرك. اما اسواق كما كتشوفوا هنايا، كل شيء سات، حتى واخا حتى الاكل غادي تشوفوا، غادي تشوفوا هنا. دابا حنا داخلين السوق كما كتشوفوا فارغ، هذه واحد الوقيته هنايا كي كتجي داخل هذا السوق تاع بني درار، ما كتلقاش بلاصتك يعني نهائيا، البلاصه ديالك ما كتلقاهاش. كما كتشوفوا يعني السوق فارغ، هنا المحلات تاع الكاشات كيبيعوا الكاشات، الناس يعني قلال فين مقدين شي حاجه، يعني باش كتشوف نتايا سوق ديال التمور، يعني حتى التمور هنا كانت معروفه، التمور اللي كيجيو من الجزائر وداك الشيء، الناس كتشري، تجي تشري التمر موجده ومن بركان هنايا في ميدران. الاواني منزليه كما كتشوفوا حتى هنا، يعني كل شيء، هذا الشيء اللي كتشوفوا هنا دابا كل شيء تاع المغرب. واحد الوقيته كان هنا كل شيء السلع ديال الجيري، هنا كيتباع كل شيء بالكرو عاوتاني، اتاي وداك الشيء. كما كتشوفوا يعني منظر غريب جدا، يعني سوق خاوي، ها يعني سوق خاوي، والسبت يعني يوم السبت، يعني كارثة بجميع المقاييس كتعيشها مدينة تاع بني درار. يعني الناس جالسين كيتشمشوا بهذا المعنى هذا، يعني ما كيبيعوش. شوف البلايص تاع الزرابي، يعني صراحة حتى لي بياس تاع الواطا، يعني كل شيء هنايا سخاوي فارغ. واحد الوقيته يعني حنا كنعقلوا يعني على بني درار، كي كتدخل هنا راه ما كتلقاش بلاصتك، يعني هذا هو القلب النابض تاع بني درار، ما كتلقاش بلاصتك نهائيا، يعني فين توقف ولا فين تدوز ولا باش تقضي شي غرض، راه مشقه الانفس، لان ازقه ضيقه، باش مشقه الانفس باش تخرج من هنايا من الاسواق تاع بني درار، اللي كان عليها واحد الاقبال كبير بزاف. الناس كتجي من بوعرفه، كتجي من فيكيك، كتجي من كازا، كتجي اصدقاء ديالنا كانوا يعيطوا من الضرب بالضربات، الله يخليك، اللي كيقول لك جيب لي التمر، الله يخليك، والاخر اللي كيقول لك جيب لي الكاشات، اللي كيقول لك جيب لي الاواني. كاين الناس اللي كانت تبغي تسافر، يعني كتجي من كازا ولا من الرباط ولا هذه، كدوز هنا بني درار، كدير البلان ديالها ديال ليسونس، كتاخذ معاها ليسونس، لان واحد الوقيته ليسونس هنا تاع لاجيري كان رخيص واحد الدرجه اللي يعني ما تصوروهاش بزاف. يعني واحد الكاسات اللي رجعت فيها هذه المدينه هذه الصغيره، والناس ديالها يعني غريب وعجيب. بعد ما كانت واحد المدينه اللي كانت محركه بزاف، يعني الناس عايشين وعايشين عائلات، دابا كنشوفوا يعني الناس يتأزموا، صافي رجعت الازمه،
يعني بنيدرار اللي كانت واحد البلاصه في المنطقه الشرقيه القلب النابض ديال 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 التهريب والسلع المهربه والمازوت وليسونس ولي بياس. اليوم رجعت بنيدرار كتعاني والساكنه كتعاني وما عندهمش بديل، لا يوجد بديل، يعني ما كانش شي بديل اللي كما نقولوا حنايا اللي غادي هاد الناس هادو، لان خطره وحده سدات الحدود. كانوا بعد المنافذ اللي كنجيبو منهم ليسونس، بدا ليسونس كيغلى كيطلع، السلع كتنقص، صافي كي تسدات الحدود ندار الكرياج بين هما، حفروا واحد الفوسي والمغرب عاوتاني يعني شدد الحراسه والكاميرات داكشي والنظارات، يعني تحسبا الحمايه ديال الحدود ديالنا اللي كان حتى التهريب كنعقلوا حتى الحدود كانت التهريب ديال القرقوبي وديال المخدرات وديال الحشيش كيدخل للجزائر، والقرقوبي يدخل من الجيري للمغرب، يعني كانوا واحد الوقيته اللي غرقوا المغرب بالقرقوبي صراحه، يعني المخدرات، يعني القرقوبي كان الا لاحظتوا هاد السنوات كي تسدات الحدود ما بقيناش نشوفوا هاد الظاهره ديال القرقوبي، كاين ظواهر اخرين تاع المخدرات الصلبه ولا الحشيش ولا الكيف ولا المخدر اللي رجع كنشوفوه ديال الاكستازي وبعد، ولكن هذيك تاع القرقوبي واللي كان بواحد يعني بواحد الكميه كبيره، يعني بمئات الالاف كان يدخل المغرب، يعني ضيع شباب، كان الشباب اللي كان ياكل كان اللي وصلت لدرجه انه قتل والديه، كان اللي قتل خوته، كان اللي يعني داروا جرائم بسبب هذاك، يعني هذا باش نفهمكم الاخوان، التجاره ديال 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 الحدود ديال التهريب هرست ناس وخدمت المصالح تاع الناس، يعني خدمت الاقتصاد الوطني. واحد الوقيته حنايا في وجده كانوا عندنا جوج تاع لي ستاسيون ديال ليسونس اللي كاينين، يعني في وجده كامله، يعني وجده كامله فيها جوج تاع لي ستاسيون، يعني ما كما نقولوا حنايا كتبغي دير ليسونس تاع المغرب كان جوج تاع لي ستاسيون، يعني وما تبقى انه كل شيء غير لي ستاسيون، كل شيء تهريب، يعني ما كانش شي حاجه اللي كما نقولوا حنايا اللي يعني ما كانش بهذاك المعنى ديال كما قلنا حنايا لي ستاسيون، يعني كانوا غير كراجات في ديور على في الزنقه حاطين ليسونس الناس كتشري، ما كانش عندك قاعده. من بعد كي تسدات الحدود واحد الوقيته وقعت واحد الازمه كبيره خصوصا في مدينه وجده، لان بركان وما كانش لي ستاسيون كانوا يعتمدوا على ليسونس المغرب. عاد مؤخرا رجعنا كنشوفوا مجموعه ديال المشاريع تاع لي ستاسيون اللي عاد ولات تحرك ليسونس هنا تاع المغرب في المنطقه الشرقيه، ولا السلع ديال المغرب، يعني كاين جوج تاع حوايج. دابا الناس كتقلب على واحد البديل اللي انه كل الناس استثمار وشركات، لان كما تعرفوا المنطقه الشرقيه ما فيها شركات، ما فيهاش مجموعه ديال الامور اللي كتبغي تخدم في شركه خاصك تطلع لكازا ولا المدن الكبرى، هذا هو المشكل اللي كاين. دابا حنا خارجين مدينه بنيدرار، تبعوا معنا ونتمنى انكم تبارطاجيو اللايف، هنا غادي ندوزوا في الطريق هذه اللي كتدي مباشره للأحفير طريق بركان. حنا متجهين دابا لمدينه بركان، الطريق هذه اللي غادي فيها بعض المناظر خصوصا في مويسما بالقربوز، كان واحد الجهه اللي سميتها القربوز، غادي ندوزو منها فيها الجبال فيها الغابات، غادي تشوفوا معنا الحدود المغربيه الجزائريه كذلك. نتمنى انه تبقاو متبعين معنا في الجوله هذه. رحنا كندرجو معاكم في الطريق، هنا كما كتشوفوا هاد الجهه هذه فيها جبال بنيزناس، السلسله ديال الجبال بنيزناس. هنا كاين واحد المنطقه سميتها معروفه سميتها عين صفا، فيها واحد المغاره عجيبه وغريبه، كان ديجا واحد البرنامج جاو صوره فيها ديال عمدو ديال اذاعه التلفزه المغربيه الشركه الوطنيه للتلفزه المغربيه. يعني هاد المناطق هنايا
هاد المناطق هنايا معروفين بقبائل بني يزناس، يعني من هنايا حتى البركان تاع فوغالت، يعني كان واحد المناطق اللي زوينه، كان واحد المناطق تاع الجبال تاع الشلالات ديال مجموعه ديال الامور، كان واحد المنطقه يلاه تكتشفت فيها واحد المناطق خلابه سميتها عين المو، واحد العين كتواجد تما. يعني المنطقه ديالنا فيها واحد المقومات سياحيه، لانه تقدر الساكنه انها تستافد من السياحه الداخليه وحتى الخارجيه بالطبع، الا كانوا مشاريع اللي غادي يفيدوا هاد المنطقه ديالنا، المنطقه الشرقيه. كما قلنا لكم دابا حنايا كنتجهوا لمدينه بركان، دابا حنايا بين بني درار ومدينه احفير، واحد المدينه صغيره حتى هي اللي غادي نوصلها ان شاء الله. دابا غادي نطلعوا واحد المنطقه ديال سميتها قربوز، يعني واحد الجبال والغابات، واحد البلاصه اللي معروفه بالبيع ديال، حنا كنسميوها في المنطقه الشرقيه الهنديه، وفي كازا في الجهه الغربيه كتسمى الهندي. وكذلك غادي تشوفوا معنا حتى المنطقه الحدوديه، مشينا درنا لها زيارة خفيفة صراحة حنايا ولا المنطقة الشرقية، ولكن صدمنا. يعني كي كتجي تشوف نتايا السوق ومع الخمسة ديال العشية يوم السبت عطلة، السوق يعني فارغ، ماشي شبه فارغ، يعني نقول لكم فارغ، يعني غير صحاب المحلات جالسين، هاد الناس فين كيبيعوا في النهار شنو عرفنا صراحة، الله يحسن. بعدا غلق الحدود صراحة المنطقة الشرقية ضرات بزاف، لأن كاع عندك على المدن اللي جايين في المنطقة الشرقية، لا أحفير ولا سعيدية ولا بني درار ولا جيان تاع جرادة ولا جيان تاع بو أرفا، كاع اللي كانوا يستغلوا هذا التهريب المعيشي هذا، ما اليوم كيعانيوا واحد المعاناة بسبب بعض الناس، لأنهم كانوا عندهم الفلوس رجعوا اليوم كيبيعوا، يعني الديتاي كما قلنا حنا، يعني الطابلات تاع الدارو كيبيعوا. علاش؟ بحيت ما كانش مداخيل، ما كانش ما كيعرفوش شي خدمه يديروها من غير التهريب، يعني ليسونس، مازوت، الماكله، الفراش، الكاشات. حنا دابا داخلين المنطقه ديال القربوز، كما كتشوفوا ديال القربوز، منطقة اللي فيها جبال جاي على الشريط الحدودي. غابات المعنى ديالها لو غون بوز، يعني كما نقولوا حنايا المنعرجات كبيره ولا الطاوله بحال هكا. لو لقيت هاد الطريق قبل ما تندال هاد الدول فوا، كان كتعرف مجموعه ديال الحوادث، ولحد الساعه كتعرف مجموعه ديال الحوادث، حيت هنايا في فصل الشتاء كيكون الضباب، حيت هاد المنطقه جبليه كما كتشوفوا الغابات. شوفوا هذا الهندي، البائعين تاع الهندي متواجدين هنايا، يعني في الطريق ديال القربوز هنا الغابه.
في الغابة. الطبيعة الجزائر كما كتشوفوا، الجزائر يعني الحدود المغربية، هذوك الجبال اللي كتشوفوهم اللي هي تقدا